والله بعد ما رجعت من ارب ايدل برضو اتعرض عليا شويه حاجات، فيهم حاجات كانت انا شايفاها مش مناسبه ليا. اولا انا عايزه اول حاجه اظهر فيها حتى لو تمثيل يكون فيها غنى، لان انا متمسكه قوي بان الناس عرفتني كمطربه، بالاضافه ان انا كنت خايفه جدا ان انا ما اكون مصلحش للتمثيل. فانا مش مجرد ان انا عايزه امثل بقى واطلع في التلفزيون وخلاص، لا، انا حابه ان انا يوم ما اعمل حاجه ابقى مقتنعه بيها. لحد ما جالي عرض الفتره دي بقرا السيناريو بتاعه، مسرحيه للبيت الفني. انا طالعه، هي المسرح غنائي، الدور بتاعها عجبني قوي لان في شغل صوفي وفي عن روايه كبيره وكده، فحسيت انها قريبه مني جدا وانها مش هتخرج بره القالب اللي انا فيه كمطربه. بالاضافه ان انا هاخد فيها مش دروس تمثيل ولكن فيها بروفات كتير هتاهلني ان انا ازاي اقف على مسرح، وانا كنت رافضه اصلا ان انا اخد تجربه التمثيل من غير ما اخضع لدروس تخليني اقدر اقف قدام كاميرا. فحسيت ان الرغبه بتاعتي شويه بدات تروح، فدي حاجه حبيتها طبعا قبل ما اوافق عليها. اصلا انا سالت ناس كتير جدا ومستشاري الفني طبعا ومدير اعمالي طبعا، لازم كنت اخد رايه وراي زوجي اذا كنت اقدر اخوض التجربه دي ولا لا. حسيت فيهم ان ما عندهمش مانع وان هم شايفين فين فيا ان انا ممكن اخوض التجربه دي ما دام مش بتخرج بره اطار الغناء. فقررت اخدها ولسه بقرا السيناريو بتاعه، يا رب اكون قد التجربه دي وما تخليش الناس تنسى ان انا في المقام الاول انا ايناس عز الدين المطرب قبل اي شيء. يعني لو حسيت للحظه ان ممكن التمثيل ياخد شويه من ان انا اكون مطربه مش هكمل فيه.